السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا معنا المناع ديال كاكاتو ألفا، هذا مدريسي مزيان، شي حاجة مزيانة مدريسي. سلم عليا مزيان، لا صافي سلم عليا وصافي بقى تما. كما كتشوفوا النوع هذا ديال الكاكاتو، نوع الببغاء هادو، كيف ما يعني هضرنا على ديك الآرة حمراء والكلوروبتر، هادو تا هما كيبغيو الاهتمام، كيبغيو الاهتمام بزاف وكيبغيو الاعتناء، تعتني بهم بزاف، يعني كي ما كيبغوش الانسان يهملهم، التهلو يكون عنده التهلو في الماكله، يكون عندهم التهلو في الماكله، الاطعمه ديالهم تكون مختلفه شويه، شو مبدله، شويه فروطه، شويه ديال الفواكه، شويه ديال يعني مكسرات، يكونوا مخلطين مره لي فيتامين في الماء. هما كيهضروا، هذا النوع هذا كيهضر، هاد النوع هذا راه كيهضر، كيهضر وحركي بزاف، حركي بزاف وبهلواني بواحد الطريقه، سبحان الله سبحان الخالق وصافي، بهلواني واحد الطريقه عجيبه. كما كتشوفوا معانا طلع هنا مزيان، كما كتشوفوا معانا كيجي الحجم ديالو كبير على الكاكاطو العادي، كيهضر حتى هو كيهضر وهادي على راسك، على راسك على راسك على راسك حبيبو مزيان. وكنتمنى ان هادشي هذا يفيدكم شويه. هادو يعني الا كانوا الا انسان جابهم سوفاج هادي صعابين شويه في الدريساج، خصهم يعني شي واحد يعني مولوع بهم ولا يقدر يدريسيهم، صعابين شويه في الدريساج، خصها تكون الحاجه يعني يكون ما كيعضش، الا كنتي كتقول تجي عنده تعطيه يدك باش يطلع وطلع راه مزيان، كيكون مزيان المواصفات ديالو مزيان، هذه اهم مواصفه انه يطلع لك في يدك وما يعضكش، ما يعضكش. دابا هو كيبغي يعني كيبغي يعمل واحد اتصال بيني وبينه، كيبغيو هما اتصال ديالو مع البشر بزاف، عندهم اتصال مع البشر بزاف. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم، وهذه ان شاء الله يعني على ان شاء الله تكون الصفحه ديالي عجبتكم ان شاء الله، ويكون واحد التطور مزيان ان شاء الله، يعني بالمشاركه ديالكم بالمعاونه ديالكم ان شاء الله، وعلى فيسبوك طنجاوي مصعب، ومرحبا باي واحد، وشكرا.